أستاذ خير الدين بولفع، أكيد كنت مشارك اليوم في افتتاح فعاليات المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، الإضافة ممكن التي لمستموها أنتم كشباب فاعلين في قطاع المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة من هذا المؤتمر، من محاوره، من المحتوى الذي سيطرح خلال اليومين القادمين أيضا؟ نعم، بارك الله فيك سيد عاشور. هي أولا عالم المؤسسات الناشئة في الجزائر راهي شاد تطور ملحوظ، يعني في السنوات القادمة في 2016-2018 يعني كانت يعني نقدر نقولها غير واضحة على المؤسسات الناشئة، ولكن بعد إنشاء وزارة مكلفة بالمؤسسات الناشئة كان لها دور كبير في يعني تفعيل ويعني دعم بيئة الأعمال للمؤسسات الناشئة في الجزائر. ما قامت به الوزارة اليوم يعني بهذا الحدث الإفريقي يثبت بأنه للجزائر أيضا يعني مكانة على المستوى الإفريقي بمؤسساتها الناشئة، يعني بيئة الأعمال اللي راهي يعني تكبر يوم بعد يوم. نلاحظوا يعني في اللقاء الأخير اللي ذاته الوزارة في مارس 2022 الجيرية السرابس اللي حكيت فيه عن حوصلة حول يعني سنتين ولا سنة ونصف يعني بعد إنشاء الوزارة، يعني هنالك أرقام يعني ما شاء الله، يعني عند مؤسسة ناشئة غير يرتفع، يعني أنشئ صندوق لتمويل مؤسسة ناشئة، لبيئة الأعمال يعني راهي بدأت تتضح يعني باش أي طالب جامعي ولا أي شاب كيبدا يخمم أنه يدير مؤسسة ناشئة تسهل له العملية. أنا كصاحب مؤسسة ناشئة طبعا الحال يعني سعيد كثيرا بالحضور لهذا الملتقى، لماذا؟ يعني من أجل زيادة ربط العلاقات مع المؤسسات الناشئة الجزائرية والإفريقية. كان فيه يعني عدد من المؤسسات الإفريقية يعني ما شاء الله اللي يعني أفكارهم قيمة يمكن لها يعني أن تكون في الجزائر، ويمكن لها يعني مؤسسات ناشئة أن تدخل للمجال الإفريقي. يعني بهذا تثبت الجزائر، تثبت وزارة المؤسسات الناشئة بأنه المؤسسات الناشئة الجزائرية يعني لها بعد إفريقي وليس جزائري فقط، ويمكن لها أن تكون لها حصة في السوق الإفريقي.